في سؤال اتحادي ونص يقول على هاشتاج أبو بدر، هل يستحق جمهور الاتحاد هذا الجزاء من الإدارة؟ كذا الدخلة مو حلوة يا حبيبي، الدخلة كذا مو حلوة. يقول صراحة لو لم يحصل الاتحاد على الرخصة الآسيوية تكون نقطة سوداء في تاريخ الإدارة، ولا يلومون الجماهير القاطعة المباراة. يا أخوي كثر الله خيرهم، كثر الله خيرهم اللي دفعوا اللي فوق البلاطة وتحت البلاطة، وعقبة في الأخير تقول لهم هذا جزائنا. يعني أنت بتصير أنت والزمن عليهم، يعني أنت خليك مع ناديك الحين، أنت الجماعة يحاولون يشاركون وبيضغطون هنا ويكلمون هنا، تجي أنت مع الطرف الثاني وتصير ما هذا لا يمكن كذا، ما ينفع كذا، ولا وتقاطع. يعني أنت كل الريال ما تدفعه في التذكرة تعاقب ناديك وتزود مشاكله، هو على الله ثم على الجمهور. اتحاد يعني دارته قوتها ان عندها جمهور يقدر يدفع قيمه تذاكر نادي الاتحاد، جماهيريته تقدر تموله. تجي الان ما يصير يا اخوي، وهذا جزاء. يعني كلمه كان الاداره اخطات، بيض الله وجيههم يا اخوي، جايبين لك شوف الفريق ايش كان قبل سنتين والحين. يا عمي وكل الله، نرجع لماجد.